وفي التعليم أقام قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة تكريت المهرجان الإبداعي الأول، والذي ضم فنون عدة منها الخط والرسم والزخرفة بهدف إبراز مواهب الطلبة على مختلف الفنون والثقافات. بداية شكرنا وتقديرنا لقناتكم الموقرة والكادر القناة والجهد الكبير اللي تقدمونه دعم للجامعة بشكل كبير ولكلية الآداب لما تقومون به من نقل الحقائق والفعاليات العلمية والأدبية في كليتنا. حقيقة حرصت كلية الآداب على أن تقيم المهرجانات وندوات ومؤتمرات بكل الوسائل وكل الاختصاصات. واليوم كما تلاحظون أقامت كلية الآداب وبإشراف مباشر من رئاسة قسم الإعلام على إقامة المهرجان الإعلامي الأول لطلبة الإعلام، وهذا المهرجان هو المهرجان الأول على مستوى العراق لما يقدمه طلبة الإعلام من إبداعات ومهارات وخبرات وكل ما يجدون بداخلهم من علم ومعرفة وثقافة. حقيقة كما تلاحظون كانت هناك زيارة وافتتاح من قبل السيد مساعد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن، وحقيقة هو ممثل السيد رئيس الجامعة كان بإشراف مباشر من السيد رئيس الجامعة. حقيقة لدينا هناك صور فوتوغرافية ملتقطة من قبل الطلاب شخصيا، إضافة إلى ذلك معرض الرسوم لطلبة الإعلام. بعد ذلك هناك كانت لقطات وفيديو مصور لطلبة الإعلام وجهود مباركة لهم لما ينقلون من واقع ومعاناة للطلبة والمجتمع. حقيقة هذا الجهد يعتبر بوابة لافتتاح للعلم ولطلبتنا في قسم الإعلام. اليوم تم افتتاح المهرجان الإبداعي الأول لطلبة قسم الإعلام. هذا المهرجان الذي تم برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور وعد محمد رؤوف وعميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور مربد صالح ضامن. هذا حقيقة تكاتف الجهود في القسم وجهود طلبة قسم الإعلام لإبراز المواهب التي يحتضنها قسم الإعلام. إن شاء الله مزيدا من هذه المهرجانات والندوات لما فيه خدمة إن شاء الله طلبتنا الأعزاء. قامت كلية الآداب جامعة تكريت قسم الإعلام مهرجان الإبداعي الأول لطلبة الإعلام، وهو كانت المهرجان برعاية دكتور مربد صالح ضامن. الفكرة من المهرجان هناك بعض النشاطات للطلبة وأفكار مدفونة، حبينا نظهر هذا الشيء للطلبة ونظهر إنه ما يقومون به من خلال التصوير والتصاميم من خلال الفيديوهات والمونتاج الذي يعملونه بها، وكذلك اللمسات الفنية للطلبة، وكان حب الطلبة وانتمائهم لهذا المهرجان جدا جدا مفرح لنا، والجهود الذي قاموا بها كانت جهود ممتازة جدا جدا. وإن شاء الله هذا ما يعتبر بس مهرجان أولي، إن شاء الله المهرجان القادم ومستمر ولمعرفة ما يقيم به طلبة الإعلام وما الجهود التي مثمرة بها. افتتحنا اليوم المهرجان الطلاب الإبداعي الأول، حقيقة عرضت إنتاجات كثيرة لطلبتنا في قسم الإعلام. هذه الإنتاجات اللي تمثلت في الصور الفوتوغرافية والخط والرسم يعني يدل على أنه هناك جهد واجتهاد من قبل طلبة قسم الإعلام. حقيقة أنه هذا الجهد هو اللي تمثل ب يعني تعب التدريسيين اللي هم حاولوا أنه يظهرون هذا المهرجان بالصورة الأفضل اللي تمثل كلية الآداب وتمثل قسم الإعلام. حقيقة احنا فخورين بطلبتنا اللي شاركوا في هذا المعرض الأول. هذا المعرض الأول هو نواة لمعارض أخرى ليطور مهارات طلبتنا، لأن طالب الإعلام
هذه كلها من تخصصه، تخصص الصحافه وتخصص الاذاعه. حتى عندنا معرض للكاميرات الفيديويه، الكاميرات اللي هي كانت النواه مو نقول الاولى لكن هي النواه المتطوره، في سبيل انه اليوم وصلنا الى مرحله التطور التكنولوجي والتقني لاظهر لنا هذه الصور الموجوده. حقيقه انه طلبتنا ابدعوا في مجال صناعه المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، منهم من يعمل في المؤسسات الاعلاميه ومنهم من يعمل في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم الابواب مفتوحه لكل الطلبه في سبيل الجهد والاجتهاد والطموح لاكثر. حقيقه هذه ليست فقط هي الدروس نظريه ويعتمد عليها الطالب في سبيل تلقي دروسه، لكن هي في هذه تساهم في الجانب العملي، لان الجانب العملي مهم جدا للطالب، تنميه قدراته المهنيه والمعرفيه والادراكيه في سبيل انه يطور مهاراته اكثر واكثر حتى يتخرج ومتسلح بمعلومات اكثر ومهارات اكبر.